مرحبا بكم في جامع الجزائر، ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين والأول إفريقيا. شيد جامع الجزائر في منطقة سميت بعد استقلال بالمحمدية نسبة إلى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جامع الجزائر هو عبارة عن مجمع ديني علمي ثقافي وسياحي، يتكون من 12 بناية موزعة على مساحة تقدر بأكثر من 30 هكتار، ويضم قاعة الصلاة وهي الجزء المسقوف من الجامع، يليها الصحن والذي يعتبر امتدادا لقاعة الصلاة في العمارة الإسلامية، ثم الفناء والذي ينقسم إلى شرقي وغربي. القسم الشرقي يحتوي على 27 محلا لتقديم مختلف الخدمات للزوار على غرار مصارف إسلامية، وكذا توجد أعلى منارة في العالم بارتفاع يقدر ب 265 متر، وهي منارة عملياتية. أما القسم الغربي أو الفناء الغربي فيحتوي على قاعات متخصصة في العروض العلمية. الجهة الجنوبية يوجد المركز الثقافي الإسلامي بجنبه المكتبة والتي تستقبل مليون كتاب، وهي مفتوحة على 3 طوابق. ثم دار القرآن وهي عبارة عن مدرسة عليا متخصصة في العلوم الشرعية والاجتماعية لطور الدكتوراه، تستقبل 300 طالب من مختلف الجنسيات الإسلامية مع توفير كافة الاحتياجات على غرار الإيواء، بحيث توجد 300 غرفة فردية مجهزة بكافة الوسائل الحديثة.